بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 107. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن تلاعبه باليهود في حياة نبيهم أيضا ما قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه من قصة القتيل الذي قتلوه وتدافعوا فيه حتى أمروا بذبح بقرة وضربه ببعضها. هذا انتهينا منه. ومنها الإخبار عن قساوة قلوب الأمة وغلظها. أعد البند الأول. ومن تلاعبه باليهود في حياة نبيهم أيضا ما قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه من قصة القتيل الذي قتلوه وتدافعوا فيه حتى أمروا بذبح بقرة وضربه ببعضها. وفي القصة أنواع من العبر، منها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قتل قتيل في بني إسرائيل ولم يعلم قاتله، لم يعلم قاتله، قتل غيلة ولم يعلم قاتله، فتدافعوا في قتله، كل يقول الذي قتله فلان من أجل أن تؤخذ قبيلته، تؤخذ قبيلته بهذا القتيل. فتدافعوا في ذلك، كل يتهم قبيلة من اليهود بهذا القتيل، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، تدافعتم، والله مخرج ما كنتم تكتمون. ماذا أمرهم الله لمعرفة هذا القتيل؟ بمعجزة من المعجزات لنبي الله عيسى، فالله جل وعلا أمرهم بذبح بقرة. قالوا وتتخذنا، قال موسى عليه السلام لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا وتتخذنا هزوا، قال موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن هذا الاتهام لا يصح أن يقع إلا على جاهل، وموسى نبي الله برأه الله من ذلك، وهو كليم الله، هو أعلم أهل الأرض في وقته، هو أعلم أهل الأرض في وقته عليه الصلاة والسلام، ولم يكن أعلم منه إلا الخضر، إلا الخضر في بني إسرائيل الذي ذهب موسى عليه السلام إليه
وطلب أن يعلمه أن يعلم موسى عليه السلام، تعلم موسى عليه على الخبر، تدافعوا في هذا القتيل، من الذي قتله؟ فأمرهم الله بذبح بقرة، أي بقرة مطلقة، فلو أنهم ذبحوا أي بقرة تمكنوا منها لكفى ذلك، ولكنهم تشددوا وجعلوا يسألون ما لونها، ما صفتها، ما كل ما ذكر لهم صفة لم تكفهم، حتى لم يجدوا البقرة التي أمروا بذبحها، لم يجدوها لأنهم شددوا على أنفسهم، فشدد الله عليهم. فالله جل وعلا وصفها لهم حتى عرفوها، قالوا الآن جئت بالحق، قالوا الآن جئت بالحق، يعني موسى ما جاء بالحق إلا في هذه المسألة، وهذا من جهلهم، الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون، ما كادوا يفعلون، يعني عجزوا، ما كادوا يعني عجزوا أن يفعلوا ما أمرهم الله به من ذبح البقرة، لأنهم شددوا على أنفسهم، فشدد الله عليهم فذبحوا. وقال ولما قالوا إن إن شاء الله لمهتدون، فلولا أنهم قالوا إن شاء الله لما وفقوا أبدا، فوفقهم الله لذبح البقرة، فأمرهم الله أن يمسحوا القتيل بشيء منها، فقل نضربوه ببعضها، أمرهم الله أن يضربوا القتيل بجزء منها، أن يضربوا القتيل بجزء منها. فلما مسحوا القتيل بجزء من البقرة قال قتلني فلان، فعرفهم باسم القاتل فقتلوه، عرفهم باسم القاتل فقتلوه وما كادوا يفعلون، لأنهم شددوا، فشدد الله عليهم. نعم. ومن تلاعبه بهم في حياة نبيهم أيضا ما قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه من قصة القتيل الذي قتلوه وتدافعوا فيه حتى أمروا بذبح بقرة وضربه ببعضها، وفي القصة أنواع من العبر، منها أن الإخبار بها من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإعلام بالبقرة المطلوبة أنه من الله جل وعلا، علم به موسى عليه السلام فأجرى ما أمره الله به على هذه البقرة، قل نضربوه ببعضها، أي ببعض البقرة. نعم. كذلك يحيي الله الموتى، لما ضربوه بجزء من البقرة أحياه الله
وقال قتلني فلان. نعم. منها أن الإخبار بها من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الدلالة على نبوة موسى عليه السلام، لأن هذه معجزة، الدلالة على نبوة موسى أن الله أجرى ذلك معجزة له تدل على نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن كل نبي له معجزة تدل على نبوته، له معجزة يجريها الله على يده تدل على نبوته، فأين معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ معجزته القرآن، معجزة نبينا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم. ومنها الدلالة على نبوة موسى عليه السلام وأنه رسول رب العالمين، ومنها الدلالة على صحة ما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم من معادن الأبدان وقيام الموتى من قبورهم. ومنها دلالة على البعث، دلالة على البعث الذي أنكره كثير من أهل الأرض ولم يؤمن به إلا أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم يقولون كيف يحيي الله الموتى، كيف يحيي الله الموتى بعد موتهم، أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك كرة خاسرة، أإذا كنا عظاما نخرة يعني بالية أبعثهم الله، قالوا تلك كرة أي رجعة إلى الحياة خاسرة بزعمهم. نعم. ومنها إثبات الفاعل المختار وأنه عالم بكل شيء قادر على كل شيء، ومنها إثبات الله ربوبية الله، ومنها إثبات ربوبية الله عز وجل وقدرته على كل شيء. نعم. ومنها إثبات الفاعل المختار وأنه عالم بكل شيء قادر على كل شيء، عدل لا يجوز عليه الظلم والجور، حكيم لا يجوز عليه العبث. نعم. لا يجوز عليه الجور سبحانه وتعالى، بل هو العدل، الحكم العدل الذي لا يجور في حكمه. نعم. عدل لا يجوز عليه الظلم والجور، حكيم لا يجوز عليه العبث. نعم. لأنه ما لم يعلموا من هو هذا القاتل، تحيروا حتى أمرهم موسى عليه السلام بذبح البقرة، فأمرهم الله أن يضربوا، قل نضربوه ببعضها بجزء من لحمها، فضربوه بقطعة من لحمها فقال قتلني فلان، فعرفوا القاتل بهذه المعجزة. نعم. ومنها إقامة أنواع الآيات والبراهين والحجج على عباده بالطرق المتنوعات زيادة في هداية المهتدي وإعدارا وإنذارا للضلال. نعم، هذه المعجزة. نعم. ومنها أنه لا ينبغي مقابلة أمر الله تعالى بالتعنت وكثرة الأسئلة،
نعم، لأنهم ما ذبحوا البقرة إلا بعد اللتي واللتي، يسألون عن أوصافها عن وعن وعن وعن، حتى قالوا إنا إن شاء الله لمهتدون، ولولا أنهم قالوا إن ولولا أنهم قالوا إن شاء الله لما اهتدوا أبدا. نعم. ومنها أنه لا ينبغي مقابلة أمر الله تعالى بالتعنت وكثرة الأسئلة، بل يبادر إلى الامتثال. نعم. فإنهم لما أمروا أن يذبحوا بقرة كان الواجب عليهم أن يبادروا بالامتثال بذبح أي بقرة اتفقت. نعم. فإن الأمر بذلك لا إجمال فيه ولا إشكال. بقرة أن تذبحوا بقرة ما في إشكال. نعم. بل هو بمنزلة قوله أعتق رقبة وأطعم مسكينا وصم يوما ونحو ذلك، يعني مطلق، أمر مطلق يصدق على أي معنى، على أي معنى يريده الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك غلط من احتج بالآية على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، فإن الآية غنية عن البيان المنفصل مبينة بنفسها، ولكن لما تعنتوا. نعم. وشددوا. نعم. ومنها ولذلك غلط من احتج بالآية على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، عن وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذه مسألة أصولية، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أبدا. نعم. ولذلك غلط من احتج بالآية على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، فإن الآية غنية عن البيان المنفصل مبينة بنفسها، ولكن لما تعنتوا وشددوا شدد عليهم. نعم. إنما الذي حصل هو أنهم تشددوا فشدد عليهم لما أمرهم بذبح بقرة، قالوا أي بقرة هي؟ لو أنهم بادروا وذبحوا أي بقرة أجزأت وانتهى الإشكال، لكنهم تعنتوا في أوصافها، في لونها، في سنها، في حتى شدد الله عليهم، ولم يحصلوا على ذبح البقرة إلا بعد التي واللتي. نعم. وما كادوا يفعلون. نعم. قال أبو جعفر ابن جرير عن الربيع عن أبي العالية: لو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. نعم. أبو العالية إمام المفسرين، إمام المفسرين في وقته. نعم. عن أبي العالية: لو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. نعم. ومنها أنه لا يجوز مقابلة أمر الله الذي لا يعلم المأمور به وجه الحكمة فيه بالإنكار، وذلك نوع من الكفر. نعم. ما يتوقف امتثال الأمر على معرفة المأمور به، بل المبادرة بتنفيذه ولو لم تعرفه، ولو لم تعلمه تبادر بتنفيذه ولو لم تعلمه، يكفي علم الله جل وعلا به. نعم. ومنها أنه لا يجوز مقابلة أمر الله الذي لا يعلم المأمور به وجه الحكمة فيه بالإنكار، وذلك
نوع من الكفر، فإن القوم لما قال لهم نبيهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قابلوا هذا الأمر بقولهم أتتخذنا هزوا، فلما لم يعلموا وجه الحكمة في ارتباط هذا الأمر بما سألوا عنه قالوا أتتخذنا هزوا، وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله. نعم، فإنه أخبرهم عن أمر الله لهم بذلك، وهذا يكفي. أخبرهم أن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة ولو لم يعرفوا الحكمة يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله، فإنه أخبرهم عن أمر الله لهم بذلك ولم يكن هو الآمر به، ولو كان هو الآمر به لم يجز لمن آمن بالرسول أن يقابل أمره بذلك. فلما لا، ليس الآمر بذبح البقرة هو موسى عليه السلام، بل الآمر الأصل هو الله جل وعلا، وإنما موسى مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. نعم، ولو كان هو الآمر به لم يجز لمن آمن بالرسول أن يقابل أمره بذلك. فلما قال لهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وتيقنوا أن الله سبحانه أمره بذلك، أخذوا في التعنت بسؤالهم عن عينها ولونها، فلما أخبروا عن ذلك رجعوا إلى السؤال مرة ثالثة عن عينها، فلما تعينت لهم ولم يبق إشكال توقفوا في الامتثال ولم يكادوا يفعلون. نعم، ثم من أقبح جهلهم وظلمهم قولهم لنبيهم الآن جئت بالحق، فإن أرادوا جئت بالحق، يعني وكان كأنه ما جاء بالحق في الأول. نعم، ثم من أقبح جهلهم وظلمهم قولهم لنبيهم الآن جئت بالحق، فإن أرادوا بذلك أنك لم تأتي بالحق قبل ذلك في أمر البقرة فتلك ردة وكفر ظاهر. نعم، وإن أرادوا أنك الآن بيّنت لنا البيان التام في تعيين البقرة المأمور بذبحها، وهذا هو المطلوب. نعم، وإن أرادوا أنك الآن بيّنت لنا البيان التام في تعيين البقرة المأمور بذبحها فذلك جهل ظاهر، فإن البيان قد حصل بقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فإنه لا إجمال في الأمر ولا في الفعل ولا في المذبوح، نعم، فقد جاء رسول الله بالحق من أول مرة. نعم، قال محمد بن جرير وقد كان بعض من سلف يزعم أن القوم ارتدوا عن دينهم وكفروا بقولهم لموسى الآن جئت بالحق، وزعم أن ذلك نفي منهم أن يكون موسى عليه السلام أتاهم بالحق في أمر البقرة قبل ذلك، وأن ذلك كفر منهم. قال وليس الأمر كما قال عندنا، لأنهم قد أذعنوا بالطاعة بذبحها، وإن كان قولهم الذي قالوا لموسى جهلة منهم وهفوة من هفواتهم، جهلة منهم وهفوة من هفواتهم. نعم، هذا خطأ منهم وليس كفرا. نعم، فصل. ومنها الإخبار عن قساوة قلوب الأمة وغلظها وعدم تمكن الأمة اليهودية، يعني. نعم، ومنها الإخبار عن قساوة قلوب الأمة وغلظها وعدم تمكن الإيمان فيها. قال عبد الصمد ابن معقل عن وهب كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن القوم بعد أن أحيا الله تعالى الميت، عن وهب بن منبه، نعم، عن وهب كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول، ووهب بن منبه من أحبار يهود اليمن. نعم،
كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن القوم بعد أن أحيى الله تعالى الميت فأخبرهم بقاتله أنكروا قتله وقالوا: والله ما قتلناه، بعد أن رأوا الآية والحق. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نعم، لما رأوا الآية البينة كان المطلوب منهم أن تلين قلوبهم، تلين قلوبهم، ولكنها قست والعياذ بالله. لما تأخروا في تنفيذ أمر الله قست قلوبهم. وهكذا كل من تثاقل عن تنفيذ أمر الله فإنه يقسو قلبه. وهذا في أول سورة البقرة، في أول سورة البقرة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. هذا في بني إسرائيل. نعم. ومنها مقابلة الظالم الباغي بنقيض قصده شرعا وقدرا، فإن القاتل قصده ميراث المقتول ودفع القتل عن نفسه، ففضحه الله تعالى وهتكه وحرمه ميراث المقتول. نعم، ولذلك يمنع القاتل من الميراث من المقتول، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. نعم. ومنها أن بني إسرائيل فتنوا بالبقرة مرتين من بين سائر الدواب، ففتنوا بعبادة العجل وفتنوا بالأمر بذبح البقرة. نعم، فتنوا بعبادة العجل، العجل الذي نحته لهم السامري من الذهب الذي استعارته نساء بني إسرائيل لمناسبة زواج، ولم يردوا هذه العارية إلى أهلها، وإنما أخذها السامري فنحت منها عجلا جسدا، يعني مجسم عجل له خوار تدخل الهواء من جهة وتخرج من جهة فيصير لها صوت، فظنوا أنه العجل يثغو، ففتنوا به. وقال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسى. فنسي موسى أين ربه، وذهب يبحث عنه وهو هذا عندكم. نعم. ومنها أن بني إسرائيل فتنوا بالبقرة مرتين من بين سائر الدواب، ففتنوا بعبادة العجل وفتنوا بالأمر بذبح البقرة، والبقر من أبلد الحيوان حتى ليضرب به المثل. نعم. والظاهر أن هذه القصة كانت بعد قصة العجل، ففي الأمر بذبح البقرة تنبيه على أن هذا النوع من الحيوان الذي لا يمتنع من الذبح والحرث والسقي لا يصلح أن يكون إلها معبودا من دون الله تعالى، وأنه إنما يصلح للذبح والحرث والسقي والعمل. نعم. فصل. ومن تلاعبه بهذه الأمة أيضا ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا من قصة أصحاب السبت حين مسخهم قردة لما تحيلوا على استحلال محارمه. نعم، أصحاب السبت
هم سبت اليهود يعني، لأن اليهود يعطلون يوم السبت، عندهم عطلة يوم السبت، نزهة. فحصل منهم يوم السبت أنهم ارتكبوا ما حرم الله سبحانه وتعالى، ارتكبوا ما حرم الله، وذلك أنهم عملوا حيلة، عملوا حيلة، فهذه الحيلة احتالوا بها على أمر الله سبحانه وتعالى، احتالوا بها على أمر الله سبحانه وتعالى. أمرهم الله أن يدخلوا بيت المقدس، أمرهم الله أن يدخلوا بيت المقدس الذي هو للمسلمين إلى يوم القيامة. القدس للمسلمين وليست لليهود ولا لغيرهم، إنما هي للمسلمين في كل زمان ومكان، القدس للمسلمين. نعم، أمرهم الله أن يدخلوا المسجد الأقصى سجدا، يعني لتكفير ما حصل منهم، أمرهم الله أن يدخل الباب سجدا، باب بيت المقدس، فدخلوا يزحفون بدل السجود، يزحفون على أستاههم، ولم يمتثلوا أمر الله فيدخلون الباب سجدا، يعني يركعون سجدا يعني ركوعا، لأن الركوع أيضا سجود، الركوع سجود. أمرهم الله أن يدخلوا الباب سجدا، فدخلوا يزحفون تكبرا وعنادا، دخلوا الباب سجدا، فدخلوا يزحفون على أستاههم، وأمرهم أن يقولوا حطة، أي حط عنا خطايانا، دعاء، هذا دعاء، فحرفوه وقالوا حبة في حنطة، زادوا النون، زادوا النون، فزادوا في كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر شنيع، لا يجوز الزيادة في كلام الله أو النقصان منه، بل يبلغ كما جاء ويعلم كما جاء، ولا يزاد فيه ولا ينقص. نعم. ومن تلاعبه بهذه الأمة أيضا ما قصه الله سبحانه علينا من قصة أصحاب السبت حين مسخهم قردة لما تحيلوا على استحلال محارمه، ومعلوم. نعم، نهوا عن الصيد يوم السبت، نهوا عن الصيد، صيد السمك يوم السبت، لأنهم يوم السبت يوم عيد لهم، تفرغون للعبادة، لعبادة الله سبحانه وتعالى، تفرغون لعبادة الله مثل يوم الجمعة عندنا، لكن الله أضلهم عن يوم الجمعة فاختاروا يوم السبت، اختاروا يوم السبت. حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، وابتلاهم بمجيء السمك وتكاثره يوم السبت مما أغراهم، فوضعوا الشباك وأمسكت
السمك يوم السبت، قالوا حنا ما صدنا، صادته الشبك، أخذوها يوم السبت، أخذوا الحيتان يوم السبت، فخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى واحتالوا عليه بهذه الحيلة الباطلة، نصبوا الشباك وقالوا حنا ما صدناه يوم السبت، صادته الشباك ونحن أخذناه من الشباك. أهكذا يخادعون الله سبحانه وتعالى؟ خادعون الله عز وجل. نعم. ومن تلاعبه بهذه الأمة أيضا ما قصه الله سبحانه علينا من قصة أصحاب السبت حينما سخاهم قردة لما تحيلوا على استحلال محارمه. نعم، مسخهم الله قردة، قردة، والقردة هي أخس الحيوانات، فمسخهم الله على صور أخس الحيوانات وهي القردة، ثم ماتوا وهلكوا، لأن الممسوخ لا يعيش، ممسوخ لا يعيش، فماتوا وهلكوا. وليست القردة الآن هذه من بني إسرائيل كما يظن بعض العوام، لا، القردة فصيل، هذا فصيل من الخلق، فصيل أصلي من الخلق، وليس هو من بني إسرائيل، لأن الممسوخ لا يعيش، يموت على طول. نعم. ومعلوم أنهم كانوا يعصون الله تعالى بأكل الحرام واستباحة الفروج الحرام والدم الحرام، وذلك أعظم إثما من مجرد العمل يوم السبت، ولكن لما استحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل وتلاعبوا بدينه وخادعوه كمخادعة الصبيان ومسخوا دينه بالاحتيال، مسخهم الله قردة. نعم. وكان الله سبحانه وتعالى قد أباح لهم الصيد، مسخهم ولعنهم، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. نعم. وكان الله سبحانه وتعالى قد أباح لهم الصيد في كل أيام الأسبوع إلا يوما واحدا، فلم يدعهم حرصهم وجشعهم حتى تعدوا إلى الصيد فيه، وساعد القدر بأن عوقبوا بإمساك الحيتان عنهم في غير يوم السبت وإرسالها عليهم يوم السبت. وهكذا يفعل الله سبحانه بمن تعرض لمحارمه، فإنه يرسلها عليه بالقدر حتى تزدلف إليه بأيها يبدأ. فانظر ماذا فعل الحرص وما أوجب من الحرمان بالكلية، ومن ها هنا قيل من طلبه كله فاته كله. نعم. وليس المراد أن بني إسرائيل كلهم كفروا، بل منهم وإن كما قال الله سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقال جل وعلا ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ومنهم النجاشي ملك الحبشة، كان نصرانيا فهداه الله وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، واستلجأ المهاجرين
إليه مرتين من أذى قريش الذين هاجروا إلى الحبشة من مكة، هاجروا هجرتين إلى الحبشة. نعم. ومن تلاعب الشيطان بهم أيضا أنهم لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. نعم، الله حرم على اليهود شحوم، شحوم الأنعام، شحوم الأنعام، شحم السنام، شحم، لا ما هو شحم السنام، شحوم البطون، شحوم الأمعاء، شحوم الأمعاء، من أجل أن يشق عليهم ترك، أن يشق عليهم ترك الشحوم، لأنها مختلطة باللحم، مختلطة باللحم، فيشق عليهم تجنب الشحوم، لأن الله شدد عليهم سبحانه وتعالى. نعم. ومن تلاعب الشيطان بهم أيضا أنهم لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها، أذابوها بالنار وصارت ودكا فأكلوها. نعم. وقالوا ما أكلنا، إحنا ما أكلنا شحوم، أكلنا ودك. نعم. أنهم لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وهذا من عدم فقههم وفهمهم عن الله تعالى دينه، فإن أثمانها بدل منها. فتحريم وما كان حراما فثمنه حرام. نعم. فإن أثمانها بدل منها، فتحريمها تحريم لبدلها والمعاوضة عنها، كما أن تحريم الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير يتناول تحريم أعيانها وأبدالها. إيه نعم. كما أن تحريم الخمر والميتة، تحريم الخمر يتناول كل الخمر، تحريم الميتة يتناول كل أجزائها. نعم. والدم ولحم الخنزير، والدم تحريمه يتناول كل الدم قليله وكثيره، ولحم الخنزير كذلك، ولحم الخنزير أشد، لأن شحمه مختلط بلحمه. نعم. كما أن تحريم الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير يتناول تحريم أعيانها وأبدالها، يعني أعيانها اللي هي الشحوم وأبدالها وهي الأثمان. نعم. ومن تلاعبه بهم أيضا اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، وقد لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال ذلك وهو في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، خشية أن يفعل بقبره مثل قبورهم، من إشفاقه على أمته ورحمته بهم وهو يعاني من سكرات الموت يحذر من فعل اليهود. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام، ولكنه دفن في حجرته التي مات فيها تحت فراشه، يعني زحزح الفراش الذي يرقد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وحفروا مكانه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، في بيت عائشة. نعم. ومن تلاعبه بهم أيضا اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، وقد لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولعنته تتناول من فعل فعلهم. إيه نعم. ليست لعنته قاصرة
على من فعل المنكر، وإنما من أحدث المنكر. ليست اللعنة على من أحدث المنكر فقط، وإنما على من أحدثه ومن فعله. نعم. ومن تلاعبه بهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. ومن تلاعبه بهم أيضا أنهم كانوا يقتلون الأنبياء الذين لا تنال الهداية إلا على أيديهم. يقتلون الأنبياء، قتلوا زكريا عليه السلام، وقتلوا يحيى عليه السلام ابن زكريا، وحاولوا قتل المسيح ابن مريم فرفعه الله من بينهم، وحاولوا قتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فحماه الله منهم. نعم. أنهم كانوا يقتلون الأنبياء الذين لا تنال الهداية إلا على أيديهم، ويتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله تعالى. هذا التناقض، يقتلونهم ويتخذونهم أربابا من دون الله، يعبدونهم، يعبدون الأحبار والرهبان. نعم، اتخذوهم أربابا من دون الله. نعم. ويتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله تعالى، يحرمون عليهم ويحلون لهم، فيأخذون بتحريمهم وتحليلهم ولا يلتفتون هل ذلك التحريم والتحليل من عند الله تعالى أم لا. قال: نعم، اتخذوهم أربابا في التحليل والتحريم، التحليل والتحريم. والتحليل والتحريم إنما هو لله سبحانه وتعالى، ليس للعلماء أن يحرموا من عندهم أو يحللوا من عندهم، وإنما يبلغون ما أحله الله وما حرمه الله، يبلغون عن الله سبحانه وتعالى. هذه وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنهم مبلغون عن الله جل وعلا رسالات الله، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. نعم. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله. عدي بن حاتم كان نصرانيا، وأبوه نصراني، حاتم، حاتم الطائي ابن عدي رضي الله عنه. عدي بن حاتم كان من قواد المسلمين في الجهاد، عدي بن حاتم. نعم. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ فقال: حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، فكانت تلك عبادتهم إياهم. رواه الترمذي وغيره. أي نعم، فطاعة المخلوق في معصية الخالق عبادة للمخلوق. نعم. وهذا من أعظم تلاعب الشيطان بالإنسان، أن يقتل أو يقاتل من هداه على يده، ويتخذ من لم تضمن له عصمته ندا لله يحرم عليه ويحلل له. أي نعم، يقتلون الأنبياء ويطيعون الأحبار والرهبان فيما أحلوه وما حرموه. نعم. ومن تلاعبه بهم ما كان منهم في شأن زكريا ويحيى عليهما السلام. نقف عند هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن العظيم. نعم. فهل له عليه الصلاة والسلام معجزات حسية كمعجزات بقية الأنبياء والرسل؟ له معجزات كثيرة، ولكن أعظمها القرآن الكريم، هو أعظم معجزة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الإمام ابن القيم رحمه الله وساعد القدر بأن عوقبوا بإمساك الحيتان، هذا مجاز، هذا من باب المجاز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لبس اللباس المصنوع من جلد الخنزير؟ لا، جلد الخنزير نجس، نجس العين، ما هو بنجس متنجس يعني، لا نجس، فرق بين النجس والمتنجس، فجلد الخنزير نجس، نجس العين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل اعتمر وعند السعي سعى 14 شوطا في المسعى لعدم فهمه لطريقة السعي، هل عمرته مقبولة وصحيحة؟ عمرته مقبولة، ويقبل من 14 شوط في السعي 7 أشواط، والباقي زيادة. نعم، لا قيمة لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أعمل في مؤسسة وصاحب العمل قد أذن لي في حضور دروس العلم، فهل علي شيء؟ أعمل في مؤسسة وصاحب العمل قد أذن لي في حضور دروس العلم، فهل علي شيء في ذلك؟ لا، ما دام أذن لك، ما دام أذن لك فأباح لك هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، يقول: هل هذه الأمور الثلاثة هي لأناس معينين أو كل إنسان له اعتبار؟ هذه الآية عامة إلى يوم القيامة، هي مراتب الدعوة، هذه فيها مراتب الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الداعي يمشي على هذه المراتب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في صلاة الفجر هذا اليوم أسر الإمام بقراءة الفاتحة نسيانا منه، فلما نبه بدأ بالسورة التي بعدها ورفع صوته جهرا، فهل يعيد الفاتحة مرة أخرى أم أن عمله صحيح؟ يعيد الفاتحة جهرا، يعيد الفاتحة جهرا، يجهر بها ويسمع المأمومين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا تعتبر صلاتهم باطلة، تحتاج إلى إعادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: هل يجوز لي أن أعمل في شركة لتوزيع الدعايات التجارية في صناديق البيوت أمام في صناديق البريد أمام البيوت؟ هذه الدعايات إيش؟ يقول سائل من فرنسا: هل يجوز لي أن أعمل في شركة لتوزيع الدعايات التجارية في صناديق البريد التي أمام البيوت؟ هذه الدعايات لأطعمة وأمور بيع وأمور محرمة، هل هذا العمل جائز لي؟ لا، ليس جائزا لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الأفضل في آخر ساعة من يوم الجمعة، أن يدعو الإنسان أو يقرأ القرآن أو يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
يجمع بين هذه الأمور، يقرأ القرآن ويدعو ويذكر الله عز وجل. نعم. وكذلك حفظك الله سؤال قريب منه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. يقول: هل الأفضل للإنسان إذا صلى الراتبة في المسجد أن يرفع يديه بالدعاء إلى الإقامة أم يقرأ القرآن؟ المسجد؟ نعم، الأفضل يدعو يقرأ القرآن. القرآن دعاء، قراءة القرآن دعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا عاملت إنسانا معاملة الكفار لأنه لا يصلي، هل معنى ذلك أني قد حكمت عليه بالكفر بعينه؟ هذا حكم عند القاضي، ما هو عندك. إذا كان لا يصلي فيرفع أمره إلى القاضي، إذا حكم بكفره يعامل معاملة الكافر. قد يكون ناسيا للصلاة، قد يكون متكاسلا ولا عنده إنكار للصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك بعض الناس ذكر أن الأعياد إذا لم تفعل بقصد التعبد ولم تكن خاصة بالكفار فلا بأس بالاحتفال بها، كعيد الميلاد ويوم المعلم وما أشبه ذلك، هل هذا التفصيل صحيح؟ قلنا إن هذا باطل، كله باطل، ولا يجوز هذا العمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: إن والده ليس بمسلم، فهل يجوز له إذا التقى به أن يقبل رأس والده الكافر؟ نعم، هذا من الإحسان إليه، هذا من الإحسان العملي مع الوالد الكافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أقوم ببيع السلع، فجاءني رجل وطلب مني أن يشتري سلعة عن طريق التقسيط، وقال إنه قد أخذ قرضا ربويا لأجل دفع الثمن، هل يجوز لي أن أبيع سلعتي له؟ لا تتعامل معه وهو يتعامل بالربا، لا تتعامل معه ببيع أو شراء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الذي يفزع عند حصول المصيبة التي أصابته ويتكدر حاله، هل يعتبر هذا من عدم إيمانه بالقدر؟ لا، هذا إذا لم يحصل منه نياحة، لم يحصل منه نياحة وإنما دمع العين وحزن القلب، هذا لا يعذب الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين وحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، يعني لسانه، أو يرحم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندي محل يسمى مقهى يتناول الناس فيه القهوة والشاي، هل يجوز لي أن أسمح للزبائن أن يقوموا بالتدخين فيه بحجة أنه يكثر الزبائن؟ هذه الدعوة باطلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا فمسألة السجائر حرام، ولا أحد ينكر أنها ضار، أن الدخان ضار، ما أحد ينكر، ما في فائدة ولا بالآلاف ولا بالألف، فائدة واحدة، كله ضرر خالص، وما كان ضررا خالصا فهو حرام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أحياناً أكون مدعواً عند أقاربي ونتناول الطعام فيؤذن المؤذن، هل أقوم في منتصف الأكل وأذهب إلى الجامع أو أجلس معهم وأتناول الأكل من باب بيان أن الدين يسر؟ إيه نعم، أكملوا عشاءكم وصلوا، ولو فاتتكم الصلاة صلوا في البيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: شخص أراد الذهاب من الرياض إلى جدة بالطائرة لأداء العمرة، فمن أين يحرم؟ هل هناك ميقات معين لإحرامه؟ يحرم إذا حاذ الميقات في الجو، إذا حاذاه في الجو يلبي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، والملاحون يعلنون ذلك، الملاحون يعلنون ذلك محاذاة الميقات، بل يعلنون قبل محاذاته بمدة يمكن الإنسان أنه يتهيأ للإحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الخضر الذي كان مع موسى عليه السلام، هل هو معه موسى عليه السلام هل هو نبي أو من الصالحين؟ لا، ما هو نبي، ولكنه عالم أعطاه الله علما لم يعطه أحدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته ثم يذهب إلى المسجد ولا يتوضأ. سؤاله يقول: ما الراجح في مسألة مس المرأة؟ هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ مسها بشهوة ناقض للوضوء، وعند المالكية مسها ناقض للوضوء ولو لم يكن بشهوة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أستعين بكافر في سلخ الأضحية وتقطيعها بعد أن أذبحها أنا؟ أي نعم، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المسبوق إذا سجد الإمام سجود السهو قبل السلام، هل يسجد مع الإمام وهو لم يدرك سهوه، أو يقوم ويكمل صلاته؟ نعم، هذا من المسائل الثلاث التي يلزم الإمام العمل بها. نعم. يلزم المأموم، التي يلزم المأموم العمل بها تبعا لإمامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: حذاء أكرمكم الله عليه رسمة صليب وهو حذاء، فهل يجوز لبسه؟ لا، ما يجوز لبس الصليب، لا في الرجلين ولا في الثياب، ولا ما يجوز لبس الصليب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول بأن القرآن معجزة فلا أحد يصل إلى إتقان قراءته، لأننا بشر نخطئ، ولم يتقن قراءته إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام باطل. كل مسلم يتقن قراءة القرآن بالتعلم، إذا تعلم القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى يوم السبت، يقول: إذا لم يوافق الإنسان في سفره إلى المدينة يوم السبت، فهل له أن يذهب إلى قباء في يوم آخر؟ زيارة قباء ليست محددة بيوم السبت، أي وقت تيسر لك تزور مسجد قباء وتصلي فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول:
في قول الله سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام: ووجدك ضالا فهدى. يقول: معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسجد لصنم قط في حياته، فما تفسير هذه الآية؟ تفسير الآية: وجدك ضالا، يعني متحيرا فهدى، هداك الله بالقرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن الرجل يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لكن لا يجوز أن يقول أنا مسلم إن شاء الله؟ ما ورد هذا، ما ورد أنا مسلم إن شاء الله، لكن ورد أنا مؤمن إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندنا أستاذ في الجامعة يدرسنا ويقول إن الوحي لم ينقطع، وإن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي في صلاة المغرب، والاختبار الذي سنختبركم فيه وتفرون منه إنه ملاقيكم. يقول: هذه الكلمات وقد جادلناه فيها، هل نبلغ عنه إدارة الجامعة أم ماذا نصنع؟ لا بد أن تبلغ مدير الجامعة، مدير الجامعة، من أجل أن يفصله عن الجامعة ويبعده عن الجامعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: مضاعفة أو تعظيم السيئات في مكة، هل هي كما كما هي كيف؟ نعم. كم وكيف تعظيم السيئات؟ السيئة في مكة تغلظ، الحرم، يعني السيئة في الحرم تغلظ ولا تضاعف، تغلظ ولا تضاعف. أما السيئة في غير الحرم فإنها تضاعف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: البيع لا يجوز في المساجد، لكن هل يجوز عقد الإجارة في المسجد؟ الإجارة بيع منفعة فلا تجوز في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: العجل الذي صنعه السامري هل نفخ الله فيه الروح، وما هو الصوت الذي كان يصدر منه؟ ما سمعت الكلام، هذا صوت الهواء، الهواء، لأنه مجوف، لأن الصنم هذا مجوف، يدخل الهواء من جانب ويخرج من جانب، فيشابه ثغى العجل، فقالوا إنه عجل يثغو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا مريض وفي يوم الجمعة لا أستطيع الذهاب إلى صلاة الجمعة، لكن أسمع الخطبة كاملة لأن المسجد قريب مني، هل أصلي ركعتين أو أصلي ظهرا؟ لا يا أخي، ما تصلي ركعتين، صلي إذا جيت مع الإمام صل جمعة، إذا ما أنت مع الإمام فأنت تصليها ظهرا، تدخل مع الإمام بنية الظهر، فإذا سلم تقوم وتكمل صلاتك الظهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أحيانا يتعارض بر الأم مع بر الأب، فماذا أقدم؟ قدم الأم ولا يتعارض كما ذكرت، ما يتعارض، بر بهما جميعا. نعم. فضيلة الشيخ، الأم لها ثلاث والأب له واحدة من البر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا دخلت المسجد في وقت الضحى فهل يجوز لي أن أصلي الضحى دون تحية المسجد وأكتفي بها؟
صل ركعتين وتكفي عن صلاة الضحى، تكفي عن صلاة الضحى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الإناء مطليا بالذهب وليس بذهب خالص كله، هل يجوز استعماله في الشرب؟ لا، حرام. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة أو إناء فيه شيء من ذلك، شيء من ذلك، يعني الطلاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها تأخذ من زوجها نقودا لأجل شراء ملابس أطفالها، تقول له ذلك، ثم لا تشتري الملابس وإنما تخبئها لحاجة أخرى، حاجة مستقبلية، فهل لها ذلك؟ لا، ليس لها ذلك، بل تشتري ملابس التي أخذت الدراهم لأجلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الزوجة الكتابية هل ترث من زوجها المسلم؟ لا، كيف ترثه؟ ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. اختلاف الدين ما يمنع الإرث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. في قوله التارك لدينه المفارق للجماعة، هل يقصد بذلك المرتد؟ أين هو المرتد؟ المرتد مفارق لجماعة المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة صلاته. نعم. وجاءت أحاديث أخرى أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يقول: كيف نوفق بين هذا وهذا؟ ما بينهم تعارض، الناس يقضى بينهم في أمور كثيرة، يقضى بينهم في أمور كثيرة، في الدماء، في الديون، في الحقوق الأخرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين المستحل للكبيرة وبين المرتكب لها؟ المستحل للكبيرة يكفر، وأما غير المستحل فلا يكفر، وإنما يضاعف عليه العذاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: امرأة أعطت طفلتها دواء فشرقت بالدواء وماتت، هل عليها صوم بسبب ذلك؟ هذا تسأل القاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أخطأ علي الطبيب في تشخيص الداء يقول أخطأ علي الطبيب في تشخيص الداء فأصابني ضرر، فهل لي أن أطالب بتعويض؟ هل لي ذلك شرعا؟ لا، الطبيب مباح له ذلك،